السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة جاي أتكلم معاكو عن تطبيق مهم جدا للأطفال اسمه قصص عصافير. التطبيق ده عبارة عن قصص باللغة العربية للأطفال، واضحة جدا وبأسلوب سهل وبسيط. التطبيق ليه مميزات، وأول حاجة فيها إن هو تطبيق مجاني بدون اشتراك شهري. بعد كده التطبيق ده مش محتاج انترنت عشان يشتغل، احنا بنحتاج الانترنت بس عشان نحمل القصة. بعد القصة ما بتتحمل عندنا احنا بنقدر نشغلها في اي وقت. هنلاقي مثلا عندنا، ننزل كده هنلاقي سهم موجود كده، السهم ده هنضغط على السهم، هنكتب هنضغط على تحميل القصة، القصة بتتحمل. خلاص كده احنا نقدر نشغل القصة في اي وقت بدون انترنت. كمان في حاجة مفيدة جدا، وهي ان الخط بتاع الكتابة كبير وواضح جدا. هنلاقي في الاعدادات هنا الخط، نقدر نختار اي نوع خط احنا محتاجينه. وفي كمان الموسيقى، بنقدر نعلي صوت الموسيقى ونوطيه زي ما احنا عايزين، وبنقدر نوطي ونعلي صوت القراءة بتاعة القصة ونعمل حفظ وكده تمام. بعد كده هنلاقي ان القصص متصنفة من مستويات الادنى خالص المبتدئة لحد المستويات الاعلى، زي مثلا المكتوب عليها حرف الالف وحرف الباء، هنلاقيها مبتدئ ادنى اللي هو لسه اطفال من سن سنة، سنة ونص تبدأ تقرأ لهم او سنتين، وواحدة واحدة بالتدريج بنلاقي المستوى بتاع القصص بيزداد. كمان هنلاقي ان بنقدر نحدد عمر الطفل من علامة اللي هنا على الناحية التانية، بنلاقي تقدري تعملي اسم عمر الطفل، وبيكون في سجل للقراءة اللي احنا عايزينها. بتقدري تسجلي طفل او اتنين او تلاتة من فوق من علامة العلامة اللي فوق خالص دي في الصورة، وبتدخلي اسماء اطفالك واعمارهم، وهو بيجيب لي القصص المناسبة لسنهم. دي ميزة كبيرة جدا ومهمة في التطبيق. وكمان القصص مسموعة، مش هتحتاجي تقرأي لابنك لو انت مش فاضية، هو الافضل ان انت تقرأي له بنفسك، بس لو مش فاضية عادي ان هو التطبيق بيقارئ للقصص. لو انت في غربة ومحتاجة تعلمي ابنك اللغة العربية ويسمع كتير، فده التطبيق ده هيكون مساعد ليك قوي جدا وحلو. كمان هيوفر عليك فلوس كتيرة جدا ان انت تشتري قصص دايما، لان القصص كتير ومتجددة. احنا تقريبا قلنا معظم المميزات بتاعة التطبيق، وهو عجبني جدا وفرق مع ابني كتير جدا. هنيجي دلوقتي نستعرض مع بعض بعض القصص، وهخليكم تشوفوا مثلا المستوى الأدنى خالص المبتدئ عبارة عن ايه. كتاب الحيوانات. ندخل على قصة تانية عشان الوقت، نشوفها مثلا الأضداد، الحاجة وضدها. كتاب الأضداد، كل شيء وعكسه. سريع بطيء، تحت فوق، نظيف متسخ، كبير صغير. نشوف قصة تانية الأعداد. هيا نعد مع الديناصورات. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. هنشوف هنيجي بعد كده بالمستوى، مستوى تاني طبعا. القصة اللي اسمها أين عمر دي ابني بيحبها جدا وبيحب يسمعها طول الوقت عشان هي على اسمه. أين عمر؟ القصة دي بتعلم الطفل الأماكن فوق وتحت وخلف. هذا عمر، هذه ماما. أين عمر؟ عمر
خلف الباب. عمره بجانب القط، عمره أمام التلفاز، عمره في السرير. تصبح على خير يا عمر. ده مثال. هنيجي بقى نعلى بالمستوى شوية وندخل مثلا في بعد كده هتلاقي الحروف وهتلاقي بقى ندخل في القصص الكبيرة. نيجي مثلا للقصة دي. من تكون؟ تمت. قد أتى من جديد ذلك الشخص الأسود الغريب. هذا المزعج يلاحقني منذ فترة ويتبعني في كل مكان، حين أخرج، حين أدخل، حين أقوم، حين أنام. فمن تراه يكون؟ إنه يتبعني حتى حين أزور عمتي وخالتي، ولا أحد يقدم له الكعكة الشهية ولا العصير. ده قصة برضو تقدروا تكملوها من التطبيق. أنا بعرفكم إن هو بيقرأ إزاي ونوع القصص كل ما نكبر في المستوى. القصة اللي أنا كنت لسه مشغلها دلوقتي دي بتعرف الطفل من تكون، بتتكلم على الظل. هنيجي بسرعة. بتعلم الطفل الظل، والإنسان يكون له ظل، والضوء والجسم المعتم دي للأطفال اللي مستوى أعلى شوية. ده التطبيق بسهولة، هو فيه كمية قصص كبيرة جدا كل ما تحمله. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وانتظروني في تطبيقات جاية كتيرة للأطفال هتنفعهم.